سجدة. يلا اطلع هنا، اطلع هنا، تعالي يا سجدة هنا بابا. انزلي براسك، انزلي براسك، انزلي براسك.
سجدة يا سجدة قولي مصر قولي مصر قولي مصر.
سجدة في السين عجبك في النادي؟ عجبك انت لسه نوعنا اللعب بقى ونجيب كله. ايه رأيكو؟ جميل. ايه رأيك يا سجدة؟ جميل البحر. جميل البسين؟ يا دودو سجدة عدي بقى عدي 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 عايز ايه؟ الزحلية؟ اللعبة دي؟ استني لما مريم تيجي طيب. تطلع من ايه؟ على بابا ايه رايك انت تاكل فاكر ولا تاكل ايه انا اكل الاثنين الاثنين قولي باي باي تاني بقى يا مريم حلو البسين ايه البسين جميل يعني ها كلم طيب البسين مش هروح تاني لا 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 مش هروح تاني لا لا مش هروح تاني ايه مش هروح تاني كل يوم جمعة عشان انت اللي بتعرف تعوم طيب؟ اه متأكد؟
كنت هموت وكنت عامل كده. ليه؟ كنت عامل كده في البيت. بتعمل ازاي؟ كنت رافع ايديا كده عشان كنت وانت بس كده. يلا انزل بقى. لا تعال تعال يلا سجد. زعلان ليه؟ تعبان. حلوة الكرة؟ بيتدربوا الأول. الله بس ده مش بيدخل حد يلعب عشان لازم يلا حتى انت مسكتني ليه؟ انا ايه؟ ايه سجدة؟ ايه رايك في النادي؟ امين. ها؟ يلا يا مريم اتكلمي. قوي وعجبني لما حمام السباحة حلو غير كده عاملينه بنظام وبرده كان ملعب الكورة حلو وبرده كان الألعاب حلوة وكده بس حاجة جامدة جدا يعني نفسي تيجي تلعب معايا. ايه يا حودة؟ حلو تدريبات يا جماعة نادي التجمع الاول. طبعا الفسحة يا جماعة كانت حلوة قوي وعجبتك يعني الفسحة؟ اه عجبتك الفسحة؟ اه عجبنا كلنا عشان كمان فيها حمام سباحة وعملنا كتير. انا بعرف كمان بس برضه جعلنا في حمام سباحة كتير وكانت حلوة. ادري مش بتعرف تعمل انا ما اعرفش بخاف عشان اعرف ما تتنفسيش ودول هيعلمني لو ما كانش بيعرف يعمل تاني. خش معاهم يا سجدة. حلو فسحة سجدة؟ نايمة نايمة. انت خلاص؟ نايمة سجدة اساسا عسلة بكل حاجة. ايوه انا عسلة كده دايما. اتمنى الفيديو يعجبكم وقبل ما اقول باي باي اوعى تنسوا تحطوا لنا لايك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليكم. باي باي.